النهارده هنكلم حضراتكم عن حاجه اسمها البوتوكس. في بلازما للشعر وفي بلازما للوش، الفيلرز. مشكله المناطق الغامقه، تجاعيد الجلد اللي بتيجي مع التعبير، لان طبعا الفراكشنال ليزر في منه انواع كتير قوي. الميزوثيرابي ده عندنا هو ثلاث حاجات، مش هنتطرق لاسبابها بس هنتطرق لعلاجها، يعني ال111، التكسيره، تجاعيد الاندهاش او تجاعيد الدهن. مشكله مهمه كمان قوي بيعالجها البوتوكس هي مشكله زياده التعرق. تكنيك بسيط قوي بس بيفرق كتير قوي.